أهلا بكم مشاهدينا الكرام في برنامج ما وراء الحدث، نخصصه اليوم للعلاقات بين المغرب وإسبانيا وهي تدخل مرحلة جديدة. يسعدنا كثيرا أن نستضيف من مدريد الأستاذ محمد مودن وهو مراسل ميديا ومهتم بالشأن الإسباني. أهلا وسهلا بك. كما يسعدنا أن يكون معنا الأستاذ عبد الواحد أجمير، أستاذ بجامعة محمد الخامس بالرباط ومهتم بالعلاقات المغربية الإسبانية. أهلا بك دكتور أجمير معنا. ويسرنا أن نستضيف الدكتور أحمد الدرداري وهو رئيس المركز الدولي لرصد الأزمات واستشراف السياسات وأستاذ بكلية الحقوق بتطوان. أهلا وسهلا بك دكتور درداري معنا. الأستاذ محمد مودن أهلا بك، كيف تنظر الطبقة السياسية الإسبانية إلى زيارة السيد سانشيز هذا الخميس للمغرب؟ أهلا ومرحبا، رمضان كريم لك ولضيوفك الكرام. بطبيعة الحال هذه الزيارة ينظر لها بتطلع كبير من قبل الطبقة السياسية، على أساس طبيعة هذه الزيارة النوعية، نوعية في ظروفها، نوعية في توقيتها، ونوعية أيضا في بخصوص الموقف الجديد لإسبانيا تجاه قضية أساسية بالنسبة إلى المغرب. أعتقد أن هذه الأبعاد الثلاثة تحضر في وعي الطبقة السياسية الإسبانية، وبالتالي تترقب بنوع من التطلع الكبير إلى ما ستحمله هذه الزيارة التي سيقوم بها رئيس الحكومة الإسبانية بدعوة من العاهل المغربي الملك محمد السادس لزيارة المغرب. إذن هناك تطلعات كبيرة تستوعب المرحلة الجديدة، وهو العنوان التي سطرته وسائل الإعلام الإسبانية برمتها لتأطير هذه الزيارة. مرحلة جديدة ينتظر معها أيضا في من خلال خطابات وسائل الإعلام أن تكون هناك قرارات نوعية، أن تبدأ مرحلة نوعية أيضا تستجيب لهذه المرحلة وتترجمها بالشكل الكافي. المصطلح المستعمل في وسائل الإعلام لوصفها هو التوثيق على نهاية أزمة دبلوماسية غير مسبوقة بين البلدين، عودة العلاقات بشكل رسمي وعلى أعلى مستوى، وبالتالي استعادة الثقة. يعني مستوى هذه الزيارة يعني يشير إلى استعادة هذه الثقة، وبالتالي نقول بداية العد لهذه المرحلة الجديدة. إذن ما يرتقب هو ما ستسفر عنه هذا الاجتماع وهذا اللقاء الهام، يعني من قرارات ومن إجراءات، يعني لتكون عنوان للمرحلة الجديدة. الكل يتحدث عن مرحلة جديدة وينتظر أو ينتظرون أن تكون هذه الزيارة تسفر عن كثير. حتى وزير خارجية، لو سمحت فقط، حتى وزير رئاسة الحكومة قال نحن سوف، يعني إسبانيا سوف والمغرب أيضا سوف نجني ثمار، سنبدأ في جني ثمار المرحلة الجديدة مع هذه الزيارة الأولى التي يقوم بها المسؤول الإسباني البارز إلى المغرب. طيب دكتور أجمير أهلا بك، ما أهمية هذه الزيارة بالنسبة للمملكة المغربية؟ أظن بأن الزيارة تؤسس لما قبلها وما بعدها، ليس فقط للمملكة المغربية إنما للبلدين، وهذا ظهر بشكل جلي منذ رسالة 14 مارس التي بعثها رئيس الحكومة الإسبانية إلى جلالة الملك، والتي عبر من خلالها عن الرغبة في بدء مرحلة جديدة، وهو بالمناسبة تقريبا رسالة كررت ما جاء في خطاب جلالة الملك أثناء ثورة الملك والشعب، الرغبة في بدء صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين، يعني يكون فيها تكون شفافية، احترام الرأي الآخر، التواصل المستمر. وبالتالي هذا كذلك ما عبر عنه سواء بلاغ الديوان الملكي يوم 14 مارس أو بلاغ الديوان الملكي الذي صار في الأسبوع الماضي، والذي تحدث عن خريطة طريق طموحة تغطي مختلف قطاعات الشراكة، وهي أمور كثيرة وأظن سيتم تداولها أثناء هذه الزيارة، وربما كذلك سيتم وضع أجندة فيما يتعلق باجتماع اللجنة الثنائية رفيعة المستوى التي لم تجتمع
منذ 2015، وأظن أن الآن كل الشروط متوفرة لتلتئم هذه اللجنة من جديد. طيب، بالنسبة إليك دكتور درداري، ماذا تريد المملكة المغربية من هذه الزيارة؟ هل سيتم الحديث عن المعالم الجديدة لهذه الطريقة الجديدة في صياغة الحوار بين البلدين؟ أستاذة جوهرة، أهلا وسهلا بك وبضيوفك الكرام. أولا، يعني الزيارة المرتقبة يوم الخميس لرئيس الحكومة الإسباني هي بمثابة تدشين لمرحلة جديدة من المشاورات ومن التعاون ومن العمل المشترك بين الدولتين، وأيضا للعمل الذي يعزز المعادلات الجيوستراتيجية للبلدين، خصوصا وأننا نعلم أن إسبانيا أقرب دولة أوروبية إلى المغرب، والقرار الأخير الذي اتخذته الحكومة الإسبانية واتخذته الدولة الإسبانية القاضي بتأييد الحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية والإقرار بسيادة المغرب على صحرائه يعتبر أو يعبر عن إصلاح سياسي داخل إسبانيا. ثانيا، أن إسبانيا أسست بهذا القرار لعودة قوية وبحمولة تعاون أفضل، نظرا لثقل القضايا وأيضا نظرا للبطء في تدبير إسبانيا لعلاقات متعددة مع المغرب، خصوصا الأستاذ جوهرة وأننا نعلم أن هناك 113 اتفاقية اقتصادية في شتى المجالات بين إسبانيا وبين المغرب تهم كثير من المجالات، وأن هذه الاتفاقيات في ظل التوتر لا يمكن الاستفادة منها، ووعيا من السلطات الإسبانية بضرورة تخطي المواقف التقليدية ومواكبة التطورات التي يشهدها العالم، خصوصا أننا نعلم اليوم أن العالم يسير نحو منحدر غير مسبوق ونحو أزمة شاملة. فالمغرب يرحب بالزيارة ويثمن القرار الإسباني ويفتح الأبواب للمزيد من إبرام اتفاقيات جديدة، اتفاقية أعمق مما كانت عليه الوضعية قبل إقرار إسبانيا بالحكم الذاتي. فهناك مجالات للتعاون كثيرة وهناك أبواب وفرص كثيرة، ولا يعقل أن تكون إسبانيا أقرب إلى المغرب وأن تأتي دولة بريطانيا وأمريكا وكوريا الجنوبية والصين أبعد من إسبانيا وتستفيد من اتفاقية استراتيجية مع المملكة المغربية. شانسيز سيزور المغرب وستكون الزيارة محطة جديدة وانطلاقة جديدة وانفتاح جديد بقوة وبمواقف ثابتة وباحترام متبادل، لا سيما السيادة سيادة الدولتين، لأننا نضطر اليوم إلى تبليغ رسالة مفادها أن الدول متساوية وتحكمها العلاقات بمعايير جديدة وفق أحلاف جديدة ورؤية متقابلة بين الدول وطبقا للمصالح المتقابلة. طيب، أعود إليك الأستاذ محمد مودن. في المداخلة الأولى قلت إن البلدين سيجنيان الثمار، أعتقد أن الوقت اليوم هو للملمة الأوراق التي تناثرت في خلال هذه السنة الماضية وتبحثرت كثيرا. ما الذي يمكن أن تقدمه إسبانيا؟ هي على استعداد أن تقدم ماذا لكي تزرع فسيلة جديدة في العلاقات البينية؟ أعتقد أن إسبانيا ربما قدمت لحد الساعة موقف غير مسبوق، موقف تاريخي في ملف أساسي وحيوي بالنسبة إلى المغرب. هذا موقف سياسي أعتقد ليس أساسي، وربما يعكس، هو في حد ذاته يعكس ربما الرؤية الجديدة لإسبانيا، هذه الدولة الأوروبية الجارة الشمالية للمغرب، رؤية يعني عميقة وتفهم كبير، يعني خطوة غير مسبوقة في هذا المستوى. هي كافية وحدها أن ترسم لنا المساحة المتاحة من إسبانيا الآن مثلا لتشيد مرحلة جديدة مع المغرب، تبني جوار جديد ربما ينهي أحد أكبر الملفات التي تؤثر على العلاقة بين البلدين، وبالتالي تنزع شوكة من الشوكات التي تؤثر على وتيرة الاستقرار في العلاقة بين البلدين. بين البلدين كما هو معروم ومعروف لدى المؤرخين ولدى المتابعين، هي علاقات مركبة تنتابها مصالح وأحيان تعارضات إلى غير ذلك. ولكن كما كنت قلت أيضا معكم في مداخلة سابقة، هناك دائما إطار يفرض هذا التقارب ويفرض هذا التفهم. أعتقد أنه الآن يجب الاشتغال على مرحلة التفهم الأكبر، التقارب في إزالة سوء الفهم، والاشتغال على
فهم الآخر بشكل أساسي، وربما نبدأ منا نحن وسائل الإعلام، نحن نثمن مثلا هذا النقاش اليومي الذي تحدثه قناتكم الموقرة لفهم الجار الإسباني، يعني هي من القنوات العربية والمغربية التي تخصص مساحة مهمة جدا لفهم هذا الجار. أنتم تستدعون خبراء، ربما طيب هناك ما أسألك هنا إذا تفضلت أستاذ محمد، هل تعتقد أن المغرب الذي لا يفهم كثيرا إسبانيا، هل تعتقد أننا لا نعرف جيدا إسبانيا، أم إسبانيا هي التي ربما تسيء الفهم في الكثير من المساحات التي يجب أن تسلط عليها ضوءا أسطع؟ نعم بالتأكيد إسبانيا يعني عليها أن تبذل جهد كبير في فهم المغرب، هذا بالتأكيد، هذا ما أقوله، أنا قلت فقط سوء الفهم، لا أوجه يعني تقليل الفهم لاتجاه آخر. لا لا، أنا فقط أسألك هل تعتقد أن المغرب يعرف جيدا إسبانيا، أم عليه أن يبذل مجهود، ربما ما يعرفه قد تغير مع الزمن، الطبقة السياسية تغيرت، نرى اليوم موقف هذا الحزب الاشتراكي، هل نحتاج لأن نبذل جهودا أكبر لنعرف إسبانيا اليوم؟ نعم، أنا أعتقد ليس لنعرف إسبانيا، ربما المغرب يجب أن يبذل جهد مثلا لأن ينقل قضاياه بشكل أوسع إلى الرأي العام الإسباني وإلى إلى إلى الفاعلين السياسيين في إسبانيا. أنا اليوم أيضا هناك نقطة مهمة يمكن أن نشير إليها، أن هذا اللقاء الجديد بين رئيس الحكومة الإسبانية والعاهل المغربي الملك محمد السادس، هذه الزيارة تؤسس لعلاقة جديدة مع الجيل الثاني من الحزب الاشتراكي العمالي ومع قوى يسارية، هذه خطوة مهمة أيضا، وهو قوة أساسية وفاعلة في صناعة الرأي العام والرأي العام السياسي في إسبانيا، هذه خطوة أساسية ومهمة، مكسب كبير بالنسبة إلى المغرب على هذا المستوى. أنا أقول دائما في سياقات عامة، مع ذلك نحتاج إلى أن نشتغل على الفهم، الفهم على تقلبات، تغير الظروف، تغير الأحوال، يعني يجب أن نشتغل على هذا التقارب. في إسبانيا ننتقدها أحيانا كثيرا أنها تقصر في هذا الجانب في فهم العالم العربي بشكل كبير، ربما فهم الكبير المغرب بشكل كبير، في الأزمات تسيطر بشكل لافت الصور النمطية، وتسيطر بشكل لافت أيضا بعض الأفكار الجاهزة، لكن مع ذلك أعتقد مع حل هذه الأزمة يفتح مجال جديد لإعادة بناء الصورة وإعادة بناء الانطباعات والمزاج حول الآخر. أريد أن أناقشك لاحقا في هذه النقطة الجوهرية التي أثرتها، قبل ذلك دكتور عبد الواحد أجمير، أنت متخصص في الشأن الإسباني، كان هناك سوء فهم بين المغرب وعدة أطراف أخرى كألمانيا مثلا، كالاتحاد الأوروبي، ولكن سرعان ما كان ينقشع الضباب، لماذا سوء الفهم مع إسبانيا عمر شهورا طويلة وصلت إلى القطيعة؟ لماذا هذا سوء الفهم الكبير؟ أم هناك اختلاف؟ ما الذي حدث بالضبط؟ طيب، سوء الفهم بخصوص قضية الصحراء وهي التي كانت السبب، هناك سوء فهم مباشر أو على المدى القصير الذي عمر سنة تقريبا، ولكن هناك سوء فهم الذي عمره 50 سنة، اسمحي لي أن أشرحه بعجالة. يعني ملف الصحراء بين المغرب وإسبانيا أثير سنة 1965، قدم المغرب ملتمس الأمم المتحدة بين 65 و75، هذه هي المرحلة الأولى، وفيها كان قال المغفور الله الحسن الثاني أن الجنرال فرانكو لما تفاوض معه لآخر مرة قال فرانكو هو رجل مهذب ولكنه صخرة صماء، وقال في آخر اجتماع في 1969 غادرت الاجتماع وأنا أتمنى أن يقي الله كل واحد منا من الآخر، بيّن بأن القضية لم تكن قضية الحوار لن تؤدي إلى حل مشكل الصحراء، وهنا بالمناسبة الفرنكاوية يعني ساهمت بحد بشكل كبير بخلق كيان في وهمي في الصحراء، هذه هي المرحلة الأولى. المرحلة الثانية تبتدئ سنة 1975 باسترجاع المغرب لصحرائه من خلال المسيرة الخضراء، وخصوصا بعد توقيع اتفاقية مدريد في 14 نوفمبر 75 بين المغرب وإسبانيا وموريتانيا، وهذه المرحلة تتوقف سنة 1982. خلالها اليسار الإسباني الذي يوجد اليوم في السلطة عاد إلى السلطة سنة 82، ولكن قبل هذا التاريخ كان مع البوليساريو،
كان فيليبي غونساليس ذهب إلى تندوف ودعم البوليساريو سنة 79، ولكن لما وصل إلى السلطة أصبحت هناك براغماتية في التعامل مع المشكل، ولكن بقي هناك سوء الفهم. هذه المرحلة تبدأ 82 مع وصول فيليبي غونساليس أثناء ولايته الأولى وتنتهي سنة 91 بتوقيع اتفاقية الصداقة وحسن الجوار. إذن هي هذه خلال هذه المرحلة الصحافة الإسبانية بدأت تتكلم الكثير من الضبابية والغموض فيما يتعلق بموقف إسبانيا من الصحراء، وتبدأ بعد ذلك المرحلة الرابعة من 91 إلى 2008. فهذه المرحلة استمر ذلك سوء الفهم والضبابية، وبالتالي إسبانيا الحكومة سواء من الحزب الاشتراكي أو من الحزب الشعبي تتحدث أحياناً على الحياد الإيجابي أحياناً على الحياد السلبي باختصار سوء الفهم المستمر. إلى سنة 2008 لما تولى ساباتيرو خلال ولايته الثانية، كان أول من تبنى الطرح المغربي وكلف وزير خارجيته موريتينوس الاشتغال على هذا الملف. ولما جاء الراخوي إلى الحكومة سنة 2012، الراخوي كلفت المعهد الملكي الكانو، وهذا المعهد متخصص في صنع السياسات، بإنجاز دراسة شارك فيها 200 خبير سنة 2014. وهذا التقرير مهم جدا، شارك فيه 3 وزراء خارجية من 3 أحزاب: مارسيلينو ريخا من حزب الوسط الديمقراطي، مارغايو من الحزب الشعبي، وخبير سولانا من الحزب الاشتراكي. وقال بالحرف: لا حل لمشكل الصحراء إلا بتبني مقترح المغرب حول الحكم الذاتي، وأن إسبانيا يجب أن تهتم بمصلحتها، وإقامة كيان مجهري في المنطقة يهدد الأمن في المنطقة ويهدد أمن أوروبا. إذن هنا نمر إلى المرحلة الخامسة، واليوم تبدأ، يعني هذه انتهت سنة 2022، كما نقول في مارس 22 لتبدأ اليوم المرحلة الجديدة، وهذه هي المرحلة التي ستدخلها والتي ستتميز أظن ببراغماتية وبقناعات غير مسبوقة، ليس فقط فيما يتعلق بأن إسبانيا تتبنى الطرح المغربي للحكم الذاتي، بل أن الرسالة بيدرو سانشيز قالت أن إسبانيا تعي ما يعنيه قضية الصحراء بالنسبة للمغرب. وهذا الرأي نجده عند الاشتراكيين ونجده كذلك عند الحزب الشعبي. يعني مؤخرا جوزيف بيكي وزير خارجية أصنار نشر مقالة في مجلة السياسة الدولية ويقول: موضوع الصحراء هو موضوع مشروع وطني بالنسبة للمغاربة. وأظن أن إسبانيا اليوم تعي بأن هذا مشكل الصحراء كما قال الأستاذ المدن هو الذي يسبب يعكر في الكثير من الحالات العلاقات ويمتد الملفات الأخرى، لأن هذا ما تسميه إسبانيا كولشون دي انتريسيز، شبكة من المصالح المتداخلة، وميزان الحرارة أو الترموميت هو ملف الصحراء. طيب، ما أعود إليك دكتور دردري، خلال هذه السنة ما استقبال إبراهيم غالي؟ هل هذه النقطة هي هذه القشة التي كما يقول العرب قسمت ظهر البعير، أم هي النقطة التي أفاضت الكأس؟ هل كان في نفس المغرب الكثير من حتى، أم ما هي الأسباب الحقيقية؟ فعلا أستاذ جوهرة، أن زيارة ابن بطوش أي إبراهيم غالي بأوراق مزورة إلى إسبانيا كانت نقطة حاسمة في إظهار مواقف غامضة لدى إسبانيا، وهي المواقف التي تبنيها أو كانت تبنيها على فهم يعني خاطئ للمغرب، تعتمد من خلاله أولا التابع والمتبوع، ثم محددات المجد والتفوق، وأن المغرب يعي جيدا بأنه قبل القرن 19 كان هو الأقوى، ولكن القرن 19 والقرن 20 أوروبا تقدمت وبعض الدول التي كانت قوية تراجعت. إذن هناك عدة مواقف لدى إسبانيا أبانت على أنها لا تحاكي المصالح المغربية بشيء من الجدية، وإنما بنوع من الازدواجية في المواقف. والسمح لإبراهيم غالي بالدخول إلى التراب الإسباني بوثائق أو بأوراق مزورة دليل على أن إسبانيا يعني سبب تغيير مواقفها كدولة يعود إلى الأحزاب السياسية. أولاً الأحزاب هي التي تبعثر أوراق الدولة بحيث أنها تتبنى سياسياً وتنظر سياسياً إلى القضايا المطروحة. فالموضوع موضوع الصحراء المغربية موضوع سياسي وليس موضوع اقتصادي ولا ثقافي ولا تاريخي ولا قانوني. وبالتالي اليوم الدولة الإسبانية وعت وأدركت الوقت البدل الضائع لديها
لكي تلتحق بما حققه المغرب في هذه القضية وفي هذا الملف، خصوصا وأنها لا يمكن أن تعود إلى الوراء ولا يمكن أن تغير المنح الأممي والمنح الدولي، لأن المرجع الأممي والمرجع القانوني والمرجع السياسي لهذا النزاع قد تم حسمه من قبل المجتمع الدولي. واليوم أمام إسبانيا يعني ضرورة الانتباه إلى خطر تغيير مواقفها تجاه قضايا دولية، بحيث أن الدولة الجارة الجنوبية هي جارة قريبة منها، وأن المغرب لا يرد بالمثل، لأن إذا كانت إسبانيا تؤمن باقتسام الصحراء عن المغرب فلماذا لا تسمح لإقليم كاتالونيا أو لإقليم الباسك بأن يستقل ويصبح دولة؟ إذن كيف تحرم الاستقلال على نفسك وتريده إلى دولة جارة؟ إذن اليوم طبعا هناك قضايا مهمة تطرح في معرض الاهتمام حول هذه الزيارة التي ستكون يعني زيارة ربما تكون سابقة يعني في تاريخ الدولتين، وستعبر عن المخزون الذي ربما لم تتح الفرصة لاستغلاله بين الدولتين، بحيث أن هناك مجالات عديدة وهناك طاقات كثيرة وهناك قضايا مهمة ستنال التفاهم والتشاور والاتفاق، وستكون بين البلدين رؤية جديدة ومنظور ربما استراتيجي سيعبر عن أن إسبانيا انتقلت فعلا إلى مقعدها الذي يناسبها، ولا يناسبها ذلك المقعد الذي كانت تعكر من خلاله صفوة العلاقات مع دول الجنوب ولا سيما المغرب. فأنا أعتقد بأن الاستثمار اليوم والاستثمار في المقدرات لدى الدولتين وفتح الأبواب بين الشعبين سينال إعجاب الشعبين الإسباني والمغربي، وستكون هناك فرص كبيرة وكثيرة متاحة للنهوض بهذه العلاقات. ويجب أن نقطع مع التدخل في شؤون داخلية للدول، لأن سيادة الدول هي يعني مبدأ دولي ولا يمكن أن يسمح به العقل والمنطق والقانون الدولي. طيب أعود إليك أستاذ محمد مودن إلى ما أثرته من نقاط في المداخلة السالفة. هناك العديد من القضايا هي عادلة، ولكن مرات نخسرها لأننا لا نختار المحامي الكفء، ومرات نربحها بعد وقت نكون قد ربما ركمنا الكثير من الخسائر. اليوم أريد أن أسمع منك، ما الذي نحتاجه اليوم لكي تفهم إسبانيا بالذات ما يريده المغرب؟ ما الذي تغير في إسبانيا اليوم كذلك؟ بطبيعة الحال هناك أسباب تاريخية أو حتى ثقافية ساهمت في تغيير النظرة تجاه المغرب وتجاه المغاربة عموما. ربما قد أقول حالة التواصل اليومي، هناك كثير نسبة كبيرة من الإسبان يزورون المغرب ويحدث اتصال مباشر. هناك أيضا تطور وسائل الإعلام وظهور وسائل الإعلام الرقمية، وأيضا شبكات التواصل الاجتماعي سمحت بتوفير مواد متطورة ومتنوعة حول المغرب قربت إلى حد كبير. مثلا اتساع دراسات في الجامعات، هناك اهتمام بالمغرب، اهتمام باللغة العربية وحتى بالمغربية. مثلا هناك اهتمام، نسبة باحثين كبار يهتمون باللغة العامية المغربية. إذن هناك انشغال جديد بالمغرب. هناك طلبة الإراسموس الذين حينما يريدون أن يفيدون على إفريقيا أو يفيدون على العالم العربي أول بلد يفكرون فيه ويكون يعني مخططا ضمن أجندة رحلتهم هو المغرب. أنا أتعرف إلى طلبة كثيرون يتساءلون، محمد نريد أن نزور المغرب، هي بوابة العالم العربي، هذا موقع استراتيجي ومهم. والمغرب أيضا بحد بثقافته المتنوعة وبجغرافيته المتعددة يمنح صورة جذابة جدا عن العالم العربي. إذن هناك مادة أساسية حول المغرب، لكن مع ذلك نحتاج إلى تطوير هذا الاتصال. ربما نحتاج إلى طبقة سياسية برلمانية مثلا تحسن التواصل مع الفاعلين السياسيين الإسبان. ربما يجب أن نشتغل على الثقافات، على التواصل اليومي، توسيع دائرة الاتصال. ربما على الجامعات أيضا أن تفتح آفاق واسعة للتعاون، تعاون نوعي أكثر ربما شكلي. جامعاتنا العربية قليلا ما تستقطب طلاب باحثين، تخصص منح لطلاب باحثين يقيمون مثلا في بلدان عربية أو في المغرب، يبحثون. هم بالتأكيد حينما يعودون بأفكار إيجابية جدا، سيتعلمون اللغة التي يعبر بها المغاربة عن أفكارهم وعن قيادتهم. هناك مشكلة، مثلا كل مراسلي وسائل الإعلام الأوروبية بإجماعها ما عدا قليلون
هناك لا يتحدثون اللغة العربية، هم يعرفون الأخبار ويتواصلون الأخبار بلغات أجنبية، بلغات ثالثة، الفرنسية مثلا. هذه نقطة أساسية. أنا أعتقد أن المراهن الأكبر في المرحلة الجديدة يجب أن يحضر فيها المكون الثقافي بشكل أساسي. ربما حينما نبني صورة ثقافية إيجابية قد تتحكم في الشريك الثقافي وفي الشريك السياسي وفي الشريك الاقتصادي. أنا أعتقد أن هذه الواجهة الأولى التي يجب أن يشتغل عليها البلدان، أن يشتغل عليها فاعلة البلدين، أن تطور المؤسسات التي تنتج الخطابات الثقافية حول الآخر وحول الذات، أن تطور هذا الأداء. هناك فقر حقيقي يعني في هذا المستوى، هناك تعاون تجاري هناك، ولكن هناك فقر ثقافي حقيقي يعني يستوعب. كثير من الناس يسألون محمد حدثنا عن، لقد سمعنا هذه القضية عن المغرب، حدثنا عنها. وسائل الإعلام تقول بشكل بنمطية متراكمة، يعني لا تبذل حتى الوسع أو الوقت لتحسين هذه الصورة، ربما لديها اهتمام أو لأنها تحب أن تشتغل على هذه الصورة. لكن الفاعلين الجدد يجب سواء في المغرب أو في إسبانيا يجب أن يبنوا جسورا جديدة قائمة على الفهم. مشكلتنا نحن في الحياة دائما هو المعنى، يجب أن نحسن الوصول إلى معنى الآخر بالنسبة إلى كل طرف. أنا أعتقد أن الواجهة البارزة والأساس التي يجب أن نشتغل عليها هو التواصل، والتواصل أولا ثم بناء الصورة الثقافية. هذه هي الواجهة الأكثر تأثيرا أعتقد، والتي يجب أن يراهن عليها البلدان بشكل كبير جدا. طيب دكتور أجمير، يهمنا أن نعرف رأيك حول تدبير المملكة المغربية لفترة الأزمة هذه مع إسبانيا، كيف دبرها؟ طيب اسمحي لي أن أعقب على ما قاله السي محمد من مدريد. هو تحدث عن الثقافة ودور الثقافة وما يجب فعله في إسبانيا، وأنا ربما لأكمل الصورة بما أننا نتحدث عن الصورة ليست الصورة النمطية. كيف نصحح الصورة النمطية؟ أتحدث عن ما يقعون يعني بالنسبة للثقافة المشتركة. وأولا فيما يتعلق بالجامعة التي أعيش فيها، يعني أقول الجامعة المغربية بشكل عام، فهناك 9 شعب للغة والثقافة الإسبانية في مختلف الجامعات المغربية، وهي تدرس اللغة والثقافة والذهنيات وتاريخ إسبانيا وكل ما يتعلق بالتاريخ المشترك. هناك مراكز التعليم العالي والمؤسسات الخاصة للمدارس ومعاهد الخاصة تدرس كذلك اللغة الإسبانية، هذا بالنسبة لما يتعلق بالمغرب بالإضافة إلى التعليم الثانوي والإعدادي. ثم هناك ما يتعلق بالطرف الإسباني، يجب أن ننبه بأن أقدم بعثة ثقافية إسبانية في العالم توجد في المغرب منذ سنة 1914. ثم أنه هذه هناك 10 معاهد في مختلف المدن المغربية، بين معاهد الإسبانية ومعهد سيرفانتيس يدرس 80,000 شخص جلهم مغاربة، وبالتالي هؤلاء يمكن أن يكون جسر لتغيير تلك الصورة النمطية. نحن عندنا صورة، لأن أثناء القرن العشرين وحتى قبل القرن العشرين، السيد الدرداري تحدث عن القرن 19، كانت هناك أحداث القرن 19 ولكن خصوصا القرن العشرين التي جعلت تلك الصورة النمطية الموروثة تتكرس. وبالتالي الآن أظن المرحلة المقبلة يجب الاشتغال كيف تغيير تلك الصورة النمطية المتجذرة، فهنا دور الثقافة مهم جدا. ولا ننسى سي محمد تحدث عن الجامعات الإسبانية وعن الناس الذين يسألون هناك، ولكن داخل الجامعة وداخل المعاهد الإسبانية هناك 120,000 طالب مغربي في مختلف الأسلاك من أبناء الجيل الثاني الذين ولدوا هناك والذين يحتاجوا الاهتمام بثقافتهم، الشأن الديني، الشأن الثقافي، قضية الاندماج، فكل هذه الملفات يجب الاشتغال عليها. الآن فيما يتعلق بسؤالك كيف دبر المغرب الأزمة، أظن بأن هنا المؤشر الأساسي كان يعني خطاب 20 غشت الذي تحدث فيه جلالة الملك عن مرحلة جديدة في العلاقات، فهذا كان مؤشر ما قبله وما بعده. ثم أنه المغرب نبه إسبانيا أثناء
الأزمة أن الملفات الاشتراك ما يسمى بكل شون دي انتريسيس هي هناك يعني سلسلة من مجموعة من الحلقات لا يمكن فصل بعضها عن بعض. لا يمكن أن تقول لا أنا أشتغل معك في هذا الملف ولا أشتغل في الملف الآخر، هذا غير ممكن. ثم أن كل الملفات هي على درجة كبيرة من الأهمية، وعندما يمس ملف تمس بقية الملفات. لا يجب أن نشتغل فقط في الاقتصاد، صحيح أن الاقتصاد هو حجر الزاوية لأنه حجم المبادلات التجارية بين البلدين يتجاوز 16 مليار يورو في السنة، حجم هذه المبادلات التجارية يزداد 10% كل سنة. إسبانيا هي الشريك التجاري الأول للمغرب، المغرب هو أول مستثمر، أول بلد تستثمر في إسبانيا بالنسبة لإفريقيا. فكل هذه الأمور مهمة، هناك الملف الأمني، هناك ملف الهجرة السرية، فكل هذه الملفات المغرب نبه أنه لا يمكن أن نشتغل في ملف ولا يمكن ونترك ملف آخر، وإنما هذه الملفات مركبة ومتداخلة. وأظن بأن إسبانيا أدركت اليوم ذلك، والمرجعية هي الرسالة التي كان قد بعث بيدرو سانشيز لجلالة الملك، فهي توضح أن إسبانيا تتعهد بالتزاماتها، وبالتالي هي على كامل استعداد لفتح صفحة جديدة في هذه العلاقات. طيب بالمقابل كيف دبرت إسبانيا فترة الأزمة هذه دكتور درداري؟ رأينا في البداية بعض الأصوات التي سعت إلى التصعيد، ولكن الطبقة السياسية في مجملها كانت تنادي بتوخي الحذر والتبصر والتدبر، أليس كذلك؟ أستاذة جوهرة، داخل إسبانيا هناك نخب واعية وهناك نخب ما زالت متمسكة بفكر راديكالي. يعني رئيس الحكومة السابق نبه إلى أن العلاقة مع المغرب وأن مبادرة الحكم الذاتي هي القاعدة الأساس لحل هذا الخلاف والتخلص من هذا المشكل. ومعلوم على أن المغرب الطبقة السياسية الواعية والطبقة الحاكمة المتعقلة ترى في المغرب أنه شريك قوي، شريك أمني، وخصوصا أن المغرب قدم خدمات أمنية جديدة لإسبانيا، وأن المغرب يحمي المواطنين الإسبان على غرار المواطنين المغاربة من خطر الإرهاب. فالمغرب قدم كثير من الخدمات، وأن النخب السياسية داخل إسبانيا تعي جيدا مكانة المغرب، وتعي جيدا على أن النظام الملكي المغربي هو نظام قوي لأنه رائد في مجالات عديدة يختص بها النظام الملكي دون غيره. وطرحت كثير من القضايا أمام كواقع الحال، مثل المهاجرين، أكثر من 7000 شخص الذين دخلوا إسبانيا في فترة التوتر، وأيضا مشكل المخدرات ومشكل تهريب السلاح ومشكل يعني كثير من تسليح الأطفال وكثير من القضايا الدولية المطروحة. يعني المجتمع الإسباني لا يمكن أن يكون مجتمعا منقسما على ذاته، يؤيد يعني ما ينفعه ويؤيد ما يضر الناس، بل ينبغي أن يؤيد ما ينفعه وما ينفع الناس، ويرفض ما ينفعه وما ينفع الناس، ما يضره وما يضر الناس. إذن اليوم أمام هذه الأزمة تبين على أن العقل المركزي داخل إسبانيا يعني استدرك الوقت الضائع وأراد أن يعود إلى الطاولة، طاولة التعاون، طاولة النقاش والمشاورات مع المغرب، والقطع مع الأزمة، لأن الأزمة ليست في صالح الدولتين معا، وخصوصا أننا نعلم بأن إسبانيا قائمة في تجارتها وفي اقتصادها في حوالي 1200 شركة هي توجد في المغرب، وهذا يدل أيضا على أن التعاون في المجال الاقتصادي وفي المجال التجاري في مجالات عديدة، منها الخدمات الجمعوية، المجال المالي، في مجال الاستثمار، في الشراكات بين المجموعات الحضارية، لأن المجتمع الإسباني متواجد داخل المغرب في شتى المجالات، وحوالي 113 اتفاقية تهم البحث العلمي والطاقة والرياضة، تهم البيئة وتهم السكك الحديدية والتكنولوجيا، والشراكة بين المدن الحضارية والحكامة، حكامة المدن، والتمويل المشترك للمشاريع، وتبادل التجارب في حكامة المدن وفي بورصة القيم. كثير من الملفات ومن المجالات فيها يعني أوجه التعاون. واليوم إسبانيا ربما استفادت من خطأها وستؤسس لمرحلة جديدة، يعني تكون أكثر انفتاحا على إفريقيا عبر المغرب، وستكون عضوا في النادي الأمريكي الذي هو فيه المغرب عضو، وستكون أيضا مقاربة جديدة للتصدي إلى مجموعة من المشاكل والقضايا. وأقول بالمناسبة على إسبانيا اليوم أن تضع تقريرها حول تسليح الأطفال
وحول التجارة في السلاح للانفصاليين، وحول الأزمة الأمنية وأزمة الاستقرار في جنوب حوض المتوسط. إذن اليوم إسبانيا ينبغي أن تعي بأن هناك فرصة لتمتين الاستقرار والأمن، وهناك فرصة للتعاون الجاد، وهناك فرصة لجبر تلك العلاقة بين الجارة بين إسبانيا والجارة الجنوبية. ثم أيضا هناك فرص أيضا كثيرة، لا سيما التصدي للمشاكل التي تهز كيان الدول مثل الخطر الإرهابي والتعاون في المجال العسكري، لأن لحد الآن إسبانيا لا تتعاون عسكريا مع المغرب، فلماذا لا تكون هناك فرصة للتعاون العسكري وتجديد الاتفاقات العسكرية والمشاركة في تدارب مشتركة بين إسبانيا وبين المغرب؟ لأن كثير من قضايا مطروحة أمام بين المغرب وإسبانيا ممكن أن تصبح مواضع للتعاون ومواضع أيضا للتشارك بين الدولتين. كثير هي القضايا أستاذ جوهرة، ومنها مثلا حتى في مجال المقاولات وفي مجال البحث الأكاديمي والجامعي، في مجال الثقافي كما قال الأستاذ العزيز على أن هناك مجال ثقافي خصب للتعاون مع إسبانيا والمغرب، خصوصا أننا نعلم أن الأندلس عمرت 8 قرون. إذن كيف لا يكون هناك تعاون وأن هناك أجناس مختلطة، يعني هناك نسب مختلط بين الإسبانيين والمغاربة؟ فالاستثمار اليوم ينبغي أن يكون قوي، وأن تكون هناك نية صادقة وجادة في النهوض بالعلاقة من جديد، وتخطي كل العقبات وكل التحديات التي اعترضت هذه العلاقات منذ ما يقرب من قرن من الزمن. أستاذ محمد مودن، موقف الحكومة الإسبانية الذي هو موقف دولة ما زال يثير النقاش. تابعنا كيف أن بعض الأحزاب السياسية قدمت مقترحات أمام مجلس النواب من أجل ما أسمته تصحيح الموقف الإسباني. هذا الجدل هل تراه صحيا؟ هل هذه الأصوات ستسكت عندما تبنى فعلا، تبدأ السلطات في البلدين بجني الثمار، أم أن الموقف هو راديكالي إيديولوجي لن يتغير؟ أعتقد هو موضوع متعلق بخصوصية التركيبة السياسية في إسبانيا. هذا أمر طبيعي أن نرى بعض المواقف هكذا، ولكن ما نراه أساسا خصوصية إسبانيا هو أنه هناك حدث تراكم تاريخي كما قلنا، ونوع من الفهم لقضية الصحراء المغربية بشكل آخر تماما، وربما بعيد عن الحقيقة أو بناء على سردية أخرى، سردية إنسانية. ربما حينما كان يتم استقطاب أطفال فكان تبنى نوع من الصورة عن هذا الملف، ربما لم تكن صورة موضوعية. بطبيعة الحال توجد أحزاب خارج السلطة تتحدث لها صورة، لكن أعتقد أن الحزب الأساسي في إسبانيا الذي سيتولى السلطة لاحقا، في حال ما إذا فشل أو فشل الحزب العمالي أو اليساري وصول السلطة، سيكون هو الحزب الشعبي. الحزب الشعبي له مواقف في هذا الاتجاه، هو لم ينتقد الموقف الإسباني أو ما يسمى قرار حكومة سانشيز في جوهرها، ولكن هو في شكلها، بمعنى لماذا لم تتحدث معنا، لماذا لم تتواصل معنا إلى غير ذلك. لا أعتقد أن أحدا ويفهم طبيعة أهمية هذا الملف وأهمية هذا الملف بالنسبة إلى المغرب وأهمية المغرب بالنسبة إلى إسبانيا، سيقدم على تغيير هذا الموقف أو سيقدم على اتخاذ قرارات أخرى. أعتقد أنه حينما نكون في السلطة، ولكن هذه الأحزاب التي قدمت اقتراحات سيد مودن، ما هي، على ماذا ترتكز؟ ألا تفكر أولا في المصالح الإسبانية في هذه الشراكة الاستراتيجية؟ بالنهاية موقف الحكومة الإسبانية هو موقف دولة ويسير في اتجاه الشركاء الأوروبيين والولايات المتحدة الأمريكية. نعم بالتأكيد، أنا أعتقد قرار سانشيز هو ربما كان بموافقة مع يسمى الدولة العميقة في إسبانيا، الدولة التي أو يعني السلطة التي تحكم فعليا في إسبانيا يعني. والحزب الشعبي هو الذي، هذه السلطة التي تحكم فعلا اليوم في إسبانيا؟ مؤسسات، يعني ربما الجيش، مؤسسات أخرى، يعني لا يمكن، هناك قرارات حاسمة بالنسبة إلى إسبانيا تحكم فيها هذه السلطة، تحكم فيها هذه بشكل أساسي يعني. والقرار الحكومة الإسبانية حينما اتخذ كان يستوعب هذه القضايا، كان يستوعب هذا الخلاف. هناك أحزاب أخرى لديها موقف من هذا الملف، هو هذا الذي نتحدث عنه، هو موقف يتعين بعد الوقت يتم استيعابه.
هناك تاريخ طويل كان هذا الملف يبنى ويوضع على هيئة معينة، على صورة معينة، هو يحتاج إلى وقت ليتم استيعابه، وربما يجب أن ينظر إلى النتائج التي ستتحقق مع هذا التحول، مع هذا الموقف للحكومة العمالية. هناك صراحة الشريك في بوديموس في حزب في الحكومة لديه موقف، هو موقف إيديولوجي سابق على القضية، ربما متعاطف مع أي قضية هكذا، حتى في إسبانيا نفسها في قضية مثلا كاتالونيا أو شيء من هذا القبيل. ثم الحزب الشعبي كما قلت، وهذا هو الأساسي، هو الذي سيتولى السلطة في حال فشل الحزب الاشتراكي العمالي، لديه هذا الموقف. يعني حتى الرخوي طبع بشكل إيجابي كما أشار الدكتور أجمير، قد أوصى بالتفكير في هذا الملف. أنا لا أعتقد أن أي حزب سيصل السلطة ربما سيفكر في خلق أزمة مع المغرب، مهما كان يعني التصور الجديد أو مهما كان تأثير هذا التصور الجديد، لأنهم يدركون أن أي أزمة مع المغرب ستؤثر صراحة على المغرب. شأن داخلي في إسبانيا، وقضية داخلية في إسبانيا، ومحكوم بتجاذبات داخلية يوظف حتى في الصراع الداخلي بين الأحزاب. نرى كيف أن الحزب الشعبي وقف في منتقدا لتدبير سانشيز من قبل لملف وصول غالي إلى إسبانيا. إذن أعتقد أن الحزب الشعبي هو الذي يمكن أن يتناول السلطة لاحقا، ولا أعتقد أنه يعني بإجماع الكثيرين لا أعتقد أنه سيغير الموقف على الإطلاق، لا أعتقد نهائيا. أولا لأنه لديه موقف، ليس لديه موقف كما لبوديموس، وثانيا لأنه حينما تصل قوة إلى السلطة هناك اعتبارات أخرى، دائما هناك اعتبارات نهائية مختلفة عن تلك الاعتبارات التي تحكم رؤية الحزب، حزب معين أو شيء من هذا القبيل. طيب، ما عندما نبني علاقة جديدة أستاذ عبد الواحد أجمير وتأتي بعد عبور منطقة للتوتر، فغالبا ما تكون هناك المصارحة والاتفاق على جدول أعمال، على استراتيجية جديدة، على أجندة جديدة، وربما على شروط جديدة كذلك. ما هي ملامح هذه المرحلة الجديدة، وعلى أي أساس وقواعد ستبنى في المقبل من الأيام؟ طيب، مؤرخ مثلي لا يمكن أن يعتمد إلا على الوثيقة، وكما يقال الوثيقة شريعة المتعاقدين. أنت تعرف أن الصحافة هي من تكتب أول أوراق التاريخ. صحيح، ولكن هنا نعم، لكن إذا أردنا أن نوثق لمستقبل كما جاء في سؤالك، أنا أنطلق من رسالة بيدرو سانشيز، فهي الوثيقة الأساسية وأنا قمت بتفكيكها. فالرسالة تتحدث عن حسن النية وعن احترام سيادة الآخر وعن الشفافية وعن أهمية الصحراء بالنسبة للمغرب وعن قضية الهجرة وأهميتها، الهجرة السرية وكيف يمكن محاربتها، يعني مجموعة من الملفات الأساسية والشاملة. وهذا هو الذي لخصه بلاغ الديوان الملكي في الأسبوع الماضي عندما تحدث عن خريطة طريق طموحة، وخريطة طريق تشمل مختلف ملفات الشراكة. فيعني هذه الملفات تحتاج إلى تحييد لأنها ملفات كبيرة جدا، كل واحد من هذه الملفات كما أشار بلاغ الديوان الملكي يجب أن ينصب عليه مجموعة من الوزارات والمسؤولين في قطاعات معينة، وبالتالي أظن بأن لا بد من التئام اللجنة الثنائية رفيعة المستوى لتنكب على هذا الملف. هذه هي ما يتعلق بالجواب على سؤالك. أنا أريد أن أعقب على ما قال السي محمد، لأن هناك أشياء مهمة فيما يتعلق بمستقبل العلاقات. فعلا هذا التحول في موقف إسبانيا ينقلنا من موقف حكومة إلى موقف دولة. أنا أشرت قبل قليل إلى 6 مراحل، فالمرحلة المقبلة هي مرحلة دولة في الموقف من ملف الصحراء. الآن أحزاب مثل بوديموس، أنا هذه لا تصيبني بالأرق ولا تشغلني، لأنها حتى لو شاركت في الحكومة المقبلة إذا فاز الحزب الاشتراكي، ولماذا؟ لأن في مرحلة معينة
رفض بيدرو سانشيز أن يتحالف معهم وقال لهم أنا إذا دخل شخص مثل بابلو إغليسياس إلى الحكومة فسيطير النوم من جفوني. ومع ذلك قبله، ولكن لما قبله بشروط أن بوديموس لا يمكنه أن يأخذ حقائب وزارية تهم السياسة الخارجية أو الدفاع، هو أخذ الحقائب ذات الطبيعة الاجتماعية مثل وزارة الشغل أو وزارة الشؤون الاجتماعية. إذن إذا فاز بيدرو سانشيز مستقبلا فالأمور ستبقى على ما هي عليه إذا فاز الحزب الشعبي، ولن يكون هناك شيء آخر، هنا الثنائية إما الحزب الاشتراكي وإما الحزب الشعبي. في الحالتين نحن أمام سياسة دولة، بل أكثر من ذلك، كما يمكن أن أقول لك أستاذ جوهرة أن الحزب الشعبي في الكواليس فرح بهذه الخطوة لأنه تجاوز ذلك الحاجز النفسي، هو يعي بأنه ليس هناك من حل إلا الحكم الذاتي، ولم يكن يستطيع أن يقوم بهذه الخطوة. لماذا؟ لأنه كما قال السي محمد ليس المغرب بشكل عام، ولكن بالخصوص ملف الصحراء هو جزء من السياسة الداخلية الإسبانية، هو ورقة انتخابية، بوديموس وضعه في برنامجه الانتخابي، وبالتالي فالآن تحول تاريخي لأننا نقلنا ملف الصحراء من السياسة الداخلية إلى السياسة الخارجية، وهناك تحول تاريخي. وهنا أعود إلى اتفاقية 14 نوفمبر 1975، هذه اتفاقية مهمة جدا، أنهت الاستعمار الإسباني في الصحراء. وأنا عندما أتحدث مع الزملاء المؤرخين ونشتغل على هذه الوثيقة، ما رأيكم؟ يقولون لي، وحتى السياسيين يعني ربما أخذوه من المؤرخين هم ربما الذين أخذوهم إلى الطريق غير الصائب، يقولون لا، إسبانيا أنهت الاستعمار الإداري في الصحراء ولن تنهي الاستعمار السياسي. هذا كلام فيه كثير من السفسطائية، أنت وقعت اتفاقية أنهيت وجودك. وبالتالي فهنا هذا التحول التاريخي أظن هنا جرعة نفسية ستساعد كثيرا الحزب الشعبي والحزب الاشتراكي. وأتذكر في الأسبوع الماضي كنت أشاهد التلفزيون الناطق باسم الحزب الاشتراكي في البرلمان كان يقول الحزب الشعبي، طيب أنت أخذت هدية منا، قل ما هو موقفك، لا تقول لنا في التلفزيون شيء وفي الكواليس تقول شيء آخر، ما هو موقفك من هذه الخطوة؟ فهو لا يستطيع، ولأنه كما قال سي محمد الاختلاف كان في الشكل، في المظهر وليس في الجوهر. ومن الأناقة ألا ندفع ثمن الهدية، أليس كذلك؟ شكرا جزيلا لك دكتور عبد الواحد أجمير، الشكر موصول كذلك للدكتور أحمد الدرداري وللأستاذ محمد مودن، كنت سعيدة جدا باستضافتكم، شكرا جزيلا لكم، شكرا لكم مشاهدينا على المتابعة، نلقاكم بخير.